اشتهر بقى بايه؟ عبقريته في التخطيط العسكري زي ما قالوا، براعته في قياده الجيوش، كمان عندك في حروب الرده وفتح العراق والشام ذات الثلاث، كل الكلام ده. احد القاده القليلين جدا اللي في التاريخ اللي عمرهم ما تهزموا في معركه طول حياتهم، وخد اكتر من 100 معركه امام يعني القوات كلها، كان متفوقين عليه عددا مرتين، ثلاث مرات، 6 أضعاف الجيش من المسلمين. المسلمين كان عدد والكفار مشركين كان 6 أضعافهم. أشهر انتصاراته كانت في معركة اليمامة ومعركة اليرموك، هنتكلم عليها ونقول إزاي سيدنا خالد بن الوليد كان لعب دور أساسي جدا جدا. برضو عندنا سيدنا خالد قبل ما يسلم كان في غزوة أحد، وفي غزوة أحد دي كان قبل إسلام سيدنا خالد بن الوليد، طبعا كان هو السبب في أن يتحول النصر من هزيمة للمسلمين، ولكن طبعا هو عوضها بحاجات كثيرة بعد كده. شارك في غزوة، طبعا صفوف غزوة الأحزاب وفي غزوة اللي هي غزوة الخندق يعني، وبعدين اعتنق الإسلام بعد صلح الحديبية وعمرة القضاء. شارك في غزوة مؤتة، يبقى عندنا المشاركة بتاعته في غزوة مؤتة، فتح مكة، وكان زي ما قلنا كده في أوج انتصاراته في عهد طبعا الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب. وهو سيدنا عمر بن الخطاب له موقف معاه، خاف إنه يفتتن الناس بسيدنا بسيدنا خالد، فعزله. قال مش إن أنا بعزله، وهنقول الكلام ده في آخر الحلقة، هم عايزين بس يرفعوا ايديهم ويقول، ولكن خلينا نقول بسرعه للناس اللي بيسمعونا على الشاشه وبعد كده اسمع منكم. تمام؟ صح. وخاف ان يفتتن الناس بيه، وبعد كده نقلوا عزل، وقال انا ما عزلتوش التهاون بيه ولا الكلام ده، وبعدين عاش